معنا من القدس مراسلنا نضال كناعنة، وينضم إلينا من اسطنبول مراسلنا محمد مشراوي. أبدأ معك أولا من القدس نضال، يعني كيف هي ردود الفعل الرسمية وأيضا وسائل الإعلام حول مساعي إعادة العلاقة ودفئها بين تركيا وإسرائيل؟ نعم فيصل، عموما هنالك ارتياح اسرائيلي لهذه الزياره، وهنالك ارتياح اسرائيلي بالعموم لقضيه اعاده العلاقات الى طبيعتها مع تركيا. هذه العلاقات مهمه جدا للمواطنين الاسرائيليين بشكل عام الذين يرون في تركيا ربما مقصدا سياحيا هو الاول بالنسبه لهم. ثانيا هذا مهم للعلاقات الاقتصاديه بين البلدين، ومهم ايضا للعلاقات الامنيه، ومن هنا هذا الاهتمام الإسرائيلي بعودة العلاقات. إسرائيل تريد عودة بطيئة للعلاقات، لكنها ترتبط ببناء ثقة بين الطرفين من أجل التأكيد أن العلاقات لن تتدهور مرة أخرى، كما تفيد مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية. لدى إسرائيل بعض المطالب الأمنية الهامة، وهي أن تقوم تركيا بتقييد نشاطات حركة حماس على الأراضي التركية، وكما يبدو هنالك تفاهم إسرائيلي تركي حول هذه القضية. بالمقابل تركيا أيضا تريد بعض القضايا التي تساهم في أمنها القومي، كما ترى تركيا تريد لعب دور في قضية الغاز شرقي المتوسط، إن لم تكن كمنتجة فكناقلة لهذا الغاز، خاصة مع بروز دور أهمية دور الطاقة في الأمن القومي كما حدث في الحرب الأخيرة على أوكرانيا. تركيا تريد أن تكون ضمن إعادة أو الغاز البديل، مصادر الطاقة البديلة لأوروبا، ومن هنا هي تقترح مد أنبوب لنقل الغاز الإسرائيلي عبر الأراضي التركية. طبعا هنالك العلاقات الاقتصادية التي تريدها تركيا، ميزان المدفوعات أو ميزان الربح يميل للجهة التركية في هذه العلاقة بين البلدين، وهي قضية مهمة جدا بالنسبة لتركيا. وأيضا هنالك القضايا الاستراتيجية، تركيا وإسرائيل تشتركان في مخاوف مشتركة، نعم، حول الدور الإيراني في المنطقة، ومن هنا هذا مفيد جدا بالنسبة لتركيا ولإسرائيل أيضا هذا التقارب بين البلدين. وهنا نظرة أقرب ربما من اسطنبول حول مساعي هذا التقارب، محمد المشراوي مراسلنا من اسطنبول، ربما يقربنا من أولويات يعني تركيا لإعادة هذه العلاقة. هناك ثلاثة عناوين رئيسية في مرتبة الأولويات لإعادة العلاقة التي بدأت فعليا بالعودة بين أنقرة وتل أبيب. أولها بوابة الاقتصاد، ومن هذه البوابة وصل الرئيس الإسرائيلي في مارس الماضي إلى أنقرة وأعلن إعادة العلاقات رسميا بين بلاده وتركيا، وحينها تم الحديث عن أهمية العلاقات الاقتصادية وتعزيزها انطلاقا من ملف الغاز في شرقي البحر المتوسط. واليوم هذه الزيارة تعزز خطوات عملية باتجاه التعاون في هذا الحقل، إلى جانب موضوع السياحة. قطاع السياحة من القطاعات المهمة جدا والداعم للاقتصاد في تركيا، وتتطلع البلاد هنا لإنعاشه أكثر فأكثر، لا سيما وسط أزمتها المالية، أزمة الليرة التي تعصف بالاقتصاد التركي منذ أشهر، وزادتها حدة الأزمة الأوكرانية الروسية. تركيا تتطلع لجلب السياح الإسرائيليين، وحديث وزير الخارجية مولود شويشوغلو اليوم في القدس دعا السياح الإسرائيليين لزيارة ليس فقط أنطاليا واسطنبول وهما المدينتان المفضلتان للسياح الإسرائيليين، بل دعاهم أيضا لزيارة مدن مطلة على البحر الأسود. كذلك التعاون في المجال السياحي يشمل توقيع اتفاقيات في مجال الطيران بين شركات تركية وإسرائيلية، النقل الجوي بين البلدين. والمجال الثالث هو البوابة السياسية، هذه النقطة الحساسة التي كانت سببا في توتر العلاقات ووصولا إلى قطيعتها على مدار 15 عاما، وكذلك في السنوات الأخيرة تعززت هذه القطيعة انطلاقا من تعاطف أنقرة مع القضية الفلسطينية. اليوم نعم، وزير الخارجية التركي تحدث عن ضرورة تجنب البلدين المسائل الحساسة فيما يتعلق
يتعلق بهذه القضية وضرورة التنسيق المشترك بينهما دعما حتى للحوار مع السلطة الفلسطينية. أعلن استعداد أنقرة لبذل يعني دور الوساطة في هذا المجال. من اسطنبول محمد مشراوي، وكان معنا من القدس نضال كناعنة، شكرا لكما.